اهلا بيكم. بعد ساعتين من الان ومن تونس هتنطلق المباراه اللي جماهير الاهلي منتظرينها وكل عشاق الاهلي في الوطن العربي، مباراه بين الاهلي والترجي التونسي على ارض تونس الشقيقه في دور الاربعه في دوري الابطال الافريقي. الاهلي هو يعني المسجل رقم واحد في يعني امتلاك تلك البطولة، حصل عليها 11 مرة. هنتابع معاكم طبعا الماتش، بس هيبقى بقى يعني الماتش هيتذاع الساعة 10، احنا نخلص 10:30، هنحاول في النص ساعة للي مش متابع المباراة. بس نذهب فورا إلى الناقد الرياضي الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عبد القادر. مساء الفل أستاذ شريف. مساء الفل عليك استاذ محمد، مساء الفل على مشاهدينك، وكل سنه وانت طيب ودائما موفق. هل تعتقد المباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي؟ صعبه جدا. صعبه جدا. ايه اسباب صعوبتها؟ انها مواجهه خادعه. الترجي بيلعب من غير جمهور، والترجي بيلعب من غير 7 عناصر اساسيه مصابين. طيب ما ده اللي بيخليني اسالك، يعني مش شايفها مباراه سهله؟ قد تكون العكس. لان الترجي دلوقتي ما عندوش حاجه يخسرها. هو داخل المباراه بدون جمهوره، وده جمهوره ده مؤثر جدا طبعا، ودي عقوبه فرضها الاتحاد الافريقي الكاف طبعا. وبدون 7 لاعبين، فاللاعبين الموجودين عايزين يثبتوا نفسهم، قد ينعكس ذلك على لاعيبه النادي الاهلي استسهلوا المباراه، يبقى في تهاون، يبقى في تراخي، يبقى في عدم التزام، استسهلوا المباراه. فدي مواجهه خادعه. يجب ان احنا قدامنا دلوقتي 180 دقيقة زي ما حضرتك قلت، يجب التركيز الشديد جدا، يجب الاستفادة من عدم وجود جماهير، يجب الاستفادة من غياب بعض العناصر المؤثرة في نادي الترجي، يجب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، يجب الالتزام، لازم التشكيل يبقى جيد جدا من الجهاز الفني، طريقة اللعب، لأن الترجي يبقى كبيرا حتى في غياب جمهوره، في غياب عدد من اللاعبين، نادي كبير، نادي عنده لعيبة على مستوى عالي جدا، عنده جهاز فني يقوده نبيل معملول، مدرب متمرس جدا، وقاد المنتخب التونسي قبل كده في كأس العالم 2018. فالنتيجة المواجهة مش عايزينها تروح في اتجاه اللي عايزه الترجي. عندك فرصة كبيرة جدا ان انت تحقق نتيجة ايجابية في تونس تريحك قبل مباريات العودة في مصر. طب في المقابل تفتكر كولر عايز ايه من الماتش ده؟ كولر عايز نتيجة ايجابية، عايز الفوز. عايز يستغل كل الظروف اللي بيمر بيها الترجي حاليا في ان هو يحقق فوز، يطمن جماهيره قبل لقاء الاياب، ويطمن لاعبته، ويطمن ويريح لاعبته قبل لقاء الاياب. طبعا انا بقول الكلام ده وانا عارف ان لعيبه الاهلي ملتزمه جدا، لعيبه الاهلي عندها ثقه كبيره جدا خاصه في دوري الابطال، لعيبه الاهلي عندهم فرصه تاريخيه للوصول ل البطولة رقم 12 لا رقم 11 والنهائي الرابع تواليا او الخامس تواليا. الاهلي خد العشرة قبل كده، دي ال11. فكل ده محطوط قدام اعين لاعبي الاهلي، وعندهم والجماهير عندها ثقه في اللعيبه خاصه بعد النتائج الرائعه مؤخرا منذ الخساره امام صن داونز 5-2 في جنوب افريقيا. خد كاس مصر، دي الهزيمه اللي هزت الاهلي وجدران القلعه الحمراء وتحسنت النتائج بعدها، اللي رجعت الاهلي، خد السوبر، نتائجه جيده جدا، تخطى عقبه مهمه جدا في الدور ربع النهائي امام الرجاء المغربي. كل ده بيدي دوافع كبيره للاعبين، نرجو من الجهاز الفني واللعيبه عدم الاستهانه بالمنافس في ظل الظروف اللي بيمر بيها. طب تعالى نروح ليه الاثنين منافسين على الجانب الثاني، يعني انت عندك اهلي وترجي، وبعدين عندك سان داونز وشباب الوداد وصن داونز. طيب انت دلوقتي شايف مين على الجانب الاخر المرشح للفوز؟ هل سان داونز؟ سان داونز طبعا. طيب ولو الاهلي النهارده ربنا ان شاء الله كرمه وحقق نتيجه ايجابيه في كلا الماتشين يعني او المباراتين، شايف الماتش النهائي بين الاهلي وسان داونز هيبقى يعني يستفز حماس لاعبي الاهلي عشان ياخدوا البطوله ويهزموا الفريق اللي هزمه مرتين بخماسيه؟ بالتاكيد، يعني ما بحبش افكر في نقطه ابعد من النقطه اللي انا واقف فيها، او اتكلم عن نقطه ابعد من اللي انا فيها، ولكن مواجهه الوداد تختلف كثيرا عن مواجهه سان داونز. سان داونز فريق قوي جدا، فريق
أزمة وجوده، ولكن الوداد برضو فريق متمرس وصعب جدا، وقد تكون هي دي النقطة الفارقة. يعني أنا أنت لو بتكلم جمهور الأهلي يقول لك احنا عايزين نلعب الوداد، ما لعبش صن داونز. فرق مهاري، فرق سريع، فريق هنعرف نتعامل معاه ذهابا وإيابا في مصر وفي المغرب، لكن صن داونز في جنوب أفريقيا والساعة 3 العصر والكلام دوت بيبقى المباراة صعبة جدا. ولكن فرص صن داونز أكبر، يعني أنت لو بتكلمني هقول لك 70 30 لفرص صن داونز على حساب الوداد بالتأهل. والمواجهتين والمواجهتين يعني صعب، هيلاعب صن داونز او يلاعب الوداد صعبه، ولكن اقل صعوبه امام الوداد نعرف لعبه. كولر قال لي لعبته يعني مش عايز جون او هدف يدخل مرماي. ده اكيد. طب ما كده معناه ممكن المباراه تنتهي بالتعادل 0-0. التعادل في مصلحه الاهلي برضه. في مصلحه الاهلي طبعا، النتيجه تعتبر ايجابيه، ولكن انا ما بحبش حكايه 0-0 دي. 0-0 دي اكنك بتلعب مباراه من اول وجديد. في القاهرة، ولكن لازم تجيب هدف هناك، لازم تحقق هدف هناك وتجيب هدف هناك مش أكتر، بيصعب المسألة على المنافس في ملقاء العودة. دعنا ننتظر في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة انطلاق هذه المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي. أشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير أستاذ شريف عبد القادر. خلي بالك إن في عقوبة موقعة من الكاف ضد فريق الترجي ان هذه المباراه تقام بدون جمهور، لان كان في شغب جماهيري حصل في مباراه الترجي امام شبيبه القبائل الجزائريه.